اهلا بكم في النشره الرياضيه من قناه النادي الاهلي والى العناوين. عبد الحفيظ، الاهلي يدرس مجموعه من التعاقدات الجديده. الجهاز الفني يدرس سفر رامي ربيع للعلاج في الخارج. منتخب اليد يفوز على المغرب في الجوله الاولى لامم افريقيا. اهلا بكم مجددا والى التفاصيل. اكد حسام البدري المدير الفني لفريق كره القدم الاول بالنادي الاهلي على اهميه الفوز الذي حققه الفريق على طلائع الجيش، خاصه وانها كانت مباراه قويه في ظل فتره ضغط المباريات. ووجه البدري الشكر للاعبي الفريق على المجهود الذي قدموه خلال المباراه، موضحا انه لجأ الى راحه بعض اللاعبين تجنبا للارهاق مع تلاحم المباريات خلال الفتره الحاليه. نتابع في التقرير التالي أبرز ردود الأفعال من الجهاز الفني عقب اللقاء. طبعا بقول الحمد لله، ثلاث نقاط مهمين جدا زي ما انا بقول في مرحله صعبه ومضغوطه، وفي نفس الوقت اعتبارات كثيره. يعني تملي بقول كل مباراه فيها ثوابت بالنسبه لنا، ان ثلاث نقاط بيبقوا مهمين، بتبقى خطوه لتحقيق المشوار والهدف الاساسي. في نفس الوقت هناك ظروف اخرى ساعات بتبقى حوالين المباراه، اذا كان المنافس قريب في النقاط، فرصة بتديك ان انت تتقدم في جدول الدوري العام، فدي الظروف المختلفة بعكس الثوابت الموجودة حوالين كل مباراة. فأكيد بقول الحمد لله. انت بتتكلم بتقول ساعات بيبقى في مشاكل، طبعا اكيد اما بتبقى في اصابات المدرب ما بيبقاش مبسوط ان في اصابات، لكن في نفس الوقت اكيد اما بتكتشف عناصر جديده وتبقى انت محضر العناصر دي، لان صعب جدا كمدرب انك انت تفاجئ انك عندك غيابات وانت مش محضر نفسك. لكن زي ما انا باكد ان هاني بيتمرن على المكان ده من فتره، في فترات كتيره جدا بيتمرن على المكان ده وانا بمرنه على المكان ده، وبتبقى التعليمات في المكان ده وبتبقى في نقاش معاه. وزي ما اكدنا اكتر من كده مره الحمد لله، يعني ربنا كان موفقنا في فكري ان انا استقدم ايمن واصر ان هو يجي يلعب في المكان ده، لان طبعا كان عندنا هيبقى عندنا مشكله كبيره جدا. فالحمد لله، وفي نفس الوقت عوده سعد، لكن هو مجهد من مباراة المصري. لكن خسرنا رامي، طبعا هنخسره الفترة يعني ما يقرب من شهرين، لكن الحمد لله برضو محمد نجيب راجع الحمد لله. بقول الحمد لله، طبعا مكسب مهم، مش مباراتين متتاليتين، 20 مباراة متتالية، ولكن الحمد لله يعني اللعيبة رجالة، ويعني ظروف صعبة جدا 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 الفترة الأخيرة، مباراة الزمالك سفر وعندك بطولة بترجع على الدوري على طول، بتلعب فرقة الفترة الأخيرة فرقة تقيلة، يعني منذ تولي كابتن حلمي والفرقة عاملة نتائج مميزة وليها شكل مختلف في الفترة الأخيرة، دايما شفنا نتائجها. النهاردة الحمد لله بنكسب بأريحية بهدوء الحمد لله. يعني يمكن في لعيبة كتيرة مريحة، لعيبة كتيرة بتدخل، شفنا الحافز اللي عندهم، شفنا فيش فرق بين لعيب كان بيلعب ولعيب ما كانش بيلعب، اصرار من اول المباراه انك تكسب، والحمد لله كسبنا وتصدرنا، وان شاء الله نحافظ ونكمل وربنا يسهل ان شاء الله. المباراه كلها مكاسب بكل امان. المكسب الاولاني ان انت دلوقتي في صداره الدوري بمباريات اقل من النادي الاسماعيلي، عندك مباراه مؤجله، والنقطه الثانيه ان انت ريحت عدد كبير من اللعيبه والحمد لله الاداء ما تاثرش ولا النتيجه، وحققت مكسب كويس، وحتى كمان زياده ان انت عملت اداء انا شايف ان هي من افضل مباريات السنه دي للنادي الاهلي، خاصه الشوط الثاني بتلعب كره شكلها حلو، يعني احنا قاعدين بره حاسس ان في فرق كره في الملعب، وحتى مع اللعيبه اللي دخلت على الفرقه كلها النهارده دخل عناصر كتيره جدا وناس بتلعب مش في اماكنها، ايمن ومحمد هاني، والامور الحمد لله ماشيه بشكل طبيعي جدا وافضل من الطبيعي كمان. يعني فزي ما قلت لك كلها مكاسب كبيره جدا الحمد لله بنحمد ربنا عليها ونتمنى انها تستمر. الحقيقه يعني عدت عليا كتير قوي في كره القدم، عدت عليا حاجات كتير قوي قوي، لكن دي بالذات مش عارف يعني كره مروان محسن هل هي جون ولا لا، مش عارف يعني هل هو احساس ان هو برده جايبها من جوه، لكن دي البنالتي ده
يعني لو دي ما اتحسبتش على بعد خطوه من الحكم الخامس، خطوه واحده بس، او الحكم الرابع او الحكم اللاين مان او الحكم الاساسي، لو دي ما اتشافتش ايه اللي ممكن يتشاف؟ يعني ايه الحاجه اللي ممكن تبقى يعني واضحه اكتر من ديت يعني؟ وبعدين هرجع اقول يعني الكوره عباره عن تفاصيل صغيره، مباراه الكوره اي حد مهني او حرفي هيعرف ده كويس، ممكن تبقى متسيد زي النهارده من الثانية الأولى للثانية الأخيرة، لكن يعني تيجي حاجة تقلب الموازين، كرة ثابتة، شوطة يعني ضلة، أي حاجة، أي حاجة ممكن تقلب لك الجيم خالص. فيعني التفاصيل الصغيرة دي بدل ما تبقى فرق اتنين تبص لنفسك متعادل ومفيش فرق، فأعتقد إن ده لازم يتحط في الحسبان يعني. أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن فريقه لعب مباراة كبيرة أمام فريق متكامل هو النادي الأهلي. وقال طولان عقب المباراة: الأهلي يملك سمات الفريق البطل ولديه مجموعة كبيرة من البدلاء ويمكنه أن يلعب بثلاثة فرق في الدوري. ورغم أن حسام البدري أراح مجموعة كبيرة من الأساسيين إلا أنه دفع بمجموعة مميزة من البدلاء لديهم الرغبة في إثبات الذات. ونفى طولان ما تردد عن وجود خلاف بينه وبين حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي وأعضاء الجهاز الفني، وقال: إننا أصدقاء ولا يوجد أي خلاف بيني وبين أي شخص، والمنافسة في الملعب فقط وخارج الملعب فنحن أصدقاء. أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن النادي يسعى بشكل جدي في عملية التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وأضاف عبد الحفيظ أن نجحنا في ضم ما نريد من اللاعبين سيكون أمرا جيدا، وإن لم نوفق في ضم لاعبين جدد لن يكون لدينا أدنى مشكلة، خصوصا وأن الفريق يضم أفضل مجموعة لأكبر مجموعة من اللاعبين في مصر. يدرس الجهاز الفني للأهلي سفر رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم للخارج للعلاج من الإصابة التي يعاني منها وتسببت في غيابه مؤخرا، حيث يحتاج إلى فترة قد تمتد إلى شهرين من أجل التعافي منها. ويناقش الجهاز الفني الأمر مع الجهاز الطبي للوصول إلى اتفاق فيما يخص علاج اللاعب خلال الفترة المقبلة. ويشكو ربيعة من قطع في العضلة الضمة لأحد قدميه ومزق في الضمة بالقدم الأخرى وفقا لنتيجة الأشعة التي أجراها مؤخرا وأثبتت صعوبة الإصابة وحاجة اللاعب لفترة العلاج. يستعد محمد نجيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد 72 ساعة في إطار الخطة العلاجية التي وضعها الجهاز الطبي، والتي تشمل على تدريبات علاجية في الجيم ويؤديها اللاعب حاليا ثم تدريبات خفيفة في الملعب. ويعاني نجيب من آلام في الحوض تسببت في غيابه عن مباريات الفريق الأخيرة. قاد أنيس الشعلالي مدرب الأحمال بالأهلي مران صباحي لمجموعة من اللاعبين شارك فيه كل من أحمد فتحي وسعد سمير وعلي معلول وصالح جمعة وأحمد حمودي وأحمد حمدي ومروان محسن ومحمد نجيب وباكا ومحمد عبد المنعم. واشتمل المران على فقرات بدنية وتدريبات خفيفة، ومن بالكرة المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية غدا الخميس استعدادا لمواجهة المقصة في الدوري، والمقرر لها الأحد المقبل. يخضع الثنائي ميدو جابر وباسم علي لاعبا الأهلي لتدريبات استشفائية على هامش مران الفريق غدا الخميس للتخلص من الإجهاد العام بعد مشاركتهما في مباراة الفريق أمام طلائع الجيش. ويخضع ميدو وباسم لفحوص طبية غدا للاطمئنان على حالتهم قبل المشاركة في المران استعدادا للقاء.
وإلى متابعة أخبار قطاع الناشئين بالأهلي. قال عمرو أبو المجد مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي إنه تم تكوين فريق للموهوبين من أبرز لاعبي فرق الناشئين والبراعم بالنادي الأهلي. وأضاف أبو المجد أن الفريق يضم 45 لاعبا من فرق الناشئين و33 لاعبا من البراعم، وسيتم تحديثه بنهاية الموسم سواء بإضافة أو حذف لاعبين جدد. وأكد أبو المجد أن النادي أبرم عقود مع كل اللاعبين المميزين في القطاع سواء في الأعمار الصغيرة أو في فريقي 97 و99، لأنهم سيكونون مستقبل النادي وحتى لا يرحل أي لاعب عن النادي مجانا. ينتظم محمد فخري المنضم حديثا إلى فريق الكرة بالأهلي في تدريبات فريق ناشئي النادي مواليد 97 والذي يقوده الكابتن مدحت طه إسماعيل لمدة أسبوع. وكان فخري قد حضر إلى فرع النادي بمدينة نصر اليوم الأربعاء، وعقد جلسة قصيرة مع دكتور عمرو أبو المجد مدير قطاع الناشئين وخالد جاد الله نائب مدير القطاع قبل الانضمام في التدريبات خلال الأيام المقبلة.